يكون في برنامجكم صدى الملاعب في إطار تحضيرات الأخضر لمنافسة كأس العالم قطر 2022. تعادل المنتخب السعودي سلبيا أمام نظيره الإكوادوري الجمعة الماضي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية. أبرز ردود الفعل حول هذه المباراة مع حمزة بن جدو، نتابع. على وقع غياب نجم الفريق سلمان الفرج، خرج المنتخب السعودي متعادلا سلبيا أمام المنتخب الإكوادوري القوي في لقاء شهد تألقا واضحا لحارس عرين الأخضر السعودي محمد العويس الذي تعملق بصده للعديد من الكرات الحقيقية، فكان البطل الأول في هذه المباراة. وكرة خطيرة والتصويب والعويس، وكرة مرة أخرى والعويس يتدخل أيضا. العويس يتدخل مرة أخرى. الفرنسي إيرفي رونارد اعتمد على تشكيلة أساسية مزج فيها بين الخبرة والشباب، وفي لقاء شهد المشاركة الدولية الأولى للاعب الوسط رياض شرحيلي. وحول أبرز ردود الفعل حول المباراة، اعتبر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن المباراة ودية ومهمة وحملت فوائدا فنية، كما أعرب عن ثقته في صقور الأخضر في قادم المباريات، فيما أشاد ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمستوى القوي الذي ظهر به المنافس وبأنها مباراة للاستفادة، كما أنها كانت فرصة للمدرب للوصول لأفضل تشكيلة ممكنة. بصراحة هي من أقوى التجارب اللي خاضها منتخبنا الوطني، وبالتأكيد ما زال الجمهور السعودي ينتظر الكثير من السيد رينارد والجهاز الفني المساعد له وأبناءنا اللاعبين، لأن المطلوب في مثل هذه المباريات أن تكون حاضر ذهنيا وفنيا وبدنيا وتكتيكيا. الصحف والمواقع السعودية بدورها تباينت آراؤها حول ودية الأخضر بردود فعل إيجابية ومتفائلة، وباعتبار هذه المباراة تمنح مقياسا جيدا للحكم على مدى جاهزية اللاعبين ووسط مطالبات بمزيد من تصحيح الأخطاء المرتكبة في هذه المباراة. كل المقاييس اللي تحدث عنها كثير من المدربين أشادوا بأداء المنتخب، أشادوا بأداء اللاعبين، أشادوا بإدارة السيد رينارد للمنتخب. المباراة القادمة أيضا مطلوب من المدرب أيضا أن يوظف بعض اللاعبين توظيف آخر، بحيث أنه يكون عنده خيارات في البطولة القادمة في الجانب التكتيكي وطريقة اللعب وتوظيف اللاعبين. جماهيريا تباينت ردود الفعل حول أداء المنتخب السعودي بين من اعتبرها مجرد مباراة ودية استفاد منها الأخضر وكدرس كروي وجب على رونارد تصحيح أخطائه، وبين من أعرب عن عدم رضاه وقلقه من المستوى الذي ظهر به الأخضر قبل انطلاق مونديال قطر، بينما نال محمد العويس الإشادة والإطراء الكامل وعلى أمل الظهور في الودية القادمة ضد المنتخب الأمريكي بصورة أفضل. حمزة بن جدو، صدى الملاعب.